بنسبة 100% وليد الركراكي المدرب العظيم بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الدوري المغربي مع نادي الوداد هو مدرب المنتخب المغربي يا سادة يا كرام، منتخب أسود الأطلس. هنقول لكم تفاصيل والله العظيم لأول مرة هتسمعوها، تفاصيل ستسعد وتفرح المغرب فرحة لا يمكن وصفها يا سادة يا كرام. ولكن كالمعتاد لايك اشتراك فعل زر الجرس، لو ما عملتهمش انت الخسران مش انا تماما يا سادة. وليد الركراكي امبارح خرج بتصريحات عظيمة جدا جدا جدا، وقال بانه مستعد اتم الاستعداد لقيادة المنتخب المغربي. واضاف وليد الركراكي في تصريحاته التاريخية ان تدريب المنتخب المغربي هو شرف عظيم لاي مدرب بلا اي شك وبلا اي نقاش، انه يتكتب في السي في بتاعه انه درب منتخب عظيم زي المنتخب المغربي. فوز لقجع ايضا في محادثات حاليا مع الركراكي لانهاء المفاوضات بالنجاح للركراكي خلفا للفاشل خليلو.